أهلا بكم. بعد إلغاء التصويت في محافظة جنوب سيناء، شهدت 8 محافظات مصرية جولة الإعادة للمرحلة الثالثة والأخيرة من انتخابات برلمان مصر ومجلس الشعب 2012. وبشكل موازي كانت دائرة الساحل في قلب القاهرة على موعد مع الجولة الأولى للتصويت في الانتخابات بشقها الفردي والقوائم، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري في مصر ببطلان الانتخابات وإلغاء جولة الإعادة في هذه الدائرة. تعد دائرة الساحل إحدى دوائر المرحلة الانتخابية الأولى التي ألغيت فيها الانتخابات بحكم قضائي، وشهدت الدائرة اليوم الجولة الأولى من التصويت فيها على كل من المقاعد الفردية والقوائم الحزبية. جولة محتدمة تشهدها دائرة الساحل من جديد، يتنافس فيها 146 مرشحا على مقعدين بنظام الفردي و15 قائمة حزبية تتصارع للفوز بعشرة مقاعد، تتصدرها أسماء بارزة منها أمين اسكندر بقائمة الحرية والعدالة، وممدوح إسماعيل بقائمة النور، وعماد جاد بقائمة الكتلة المصرية، ورامي لكح بقائمة الإصلاح والتنمية. الأحزاب والدائرة هنا مش هتختلف كتير، ممكن بس يكون الكتلة المصرية يكون لها وجود شويه في الدايره دي، عشان بعض يعني بتتميز بوجود مسيحيين كتير شويه، لكن هي الاحزاب اللي ليها قوه برضو موجوده، الحريه والعداله رقم واحد، النور رقم اثنين، ده المتوقع، الثالث الكتله المصريه، بيجي بعد كده المتوقعين زي ما قلت لحضرتك الوفد الوسط. حجم اقبال الناخبين تباين على مستوى 1108 لجنه فرعيه تضمها دائره الساحل، وبدا في ساعات الصباح الاولى وحتى وقت اعداد هذا التقرير ضعيفا الى حد ما. الاقبال ضعيف نسبيا لان برضو اغلبيه الناس في اشغالها، لكن حاليا دلوقتي بدا الاقبال وبدات الناس تيجي مره ثانيه. عموما العمليه منتظمه. الملاحظات اللي انا لاحظتها في لجان ما ابتدتش بدري في ميعادها، في قضاء ما كانوش عارفين العنوان بالظبط والمكان فتاخروا، والناس في اماكن بالنسبه لهم اتغيرت فبقى لازم يتصلوا من اول جديد او يحاولوا يعرفوا مكانهم من اول جديد لان التوزيعه الجغرافيه للناس اتغيرت. كان القضاء الاداري قد قضى ببطلان والغاء نتيجه الانتخابات في دائره الساحل بعد استبعاد 95 صندوقا انتخابيا من الفرز بسبب العبث في محتوياتها، وهو ما وصفه الناخبون في الدائرة بالشفافية الانتخابية. دليل اللي فيه ثقة بين الشعب والمحكمة واحترامها، احترام القانون بتاعها، كان في شفافية. طبعا ده دليل على مصداقية الانتخابات، يعني في انتخابات نزيهة وحرة وفي حرية قضائية هنا، فأكيد إحنا جايين نأكد أصواتنا للناخبين اللي إحنا ننتخبهم كده أحسن، عشان المرة الأولانية كان فيها غلطات كبيرة ومسكوا ناس كتير وبتاع، فكده أحسن. إعادة الانتخابات أثبتت لنا أن في روح جديدة، أن في شفافية. من القاهرة أحمد فؤاد، اليوم على الحرة. أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ محمد منصور حسن، القيادي في حزب الجبهة الديمقراطية. أستاذ محمد أهلا بحضرتك، مشرفنا، أهلا بك. تتوقع أن يعطل مسألة الطعون على نتائج الانتخابات، سواء كان ما حدث في دائرة التفقنة أو في إلغاء الانتخابات في محافظة جنوب سيناء، تتوقع هذا أن يؤدي إلى تعطيل مجلس الشعب القادم وفتح باب الطعون؟ لا، كان في تصريح من المسؤولين، كان صريح جدا بيقولوا انه اذا كان في طعون في بعض الدوائر ده مش هيعطل انعقاد المجلس الشعبي اخر الشهر ده، فدي كانت واضحه اعتقد يعني. تمام. طيب هل هذه الطعون هل ترى تنتقص من مصداقيه العمليه الانتخابيه؟ لا بالعكس، انا شايف انه اذا كان في طعون والطعون دي بتتاخد بجديه من لجنه الانتخابات وبتقدم الى القضاء وقضاء بياخد فيها رايه، زي ما شفنا مثلا في الساحل قضاء قال تتعادل الانتخابات وتعادل الانتخابات، انا شايف بالعكس ان دي بتدي ثقه اكتر للناخب، زي ما حصل في الساحل ادي ثقه اكتر للناخب. مظبوط. طيب اسمح لنا ننتقل الى الساحل في شبرا، اسامه يوسف مراسل اليوم، للوقوف على شكل العمليه الانتخابيه في هذه الدائره التي اتسمت بالسخونه في الجوله الاولى. اسامه تحياتي لك، وارجو ان تطلع وتطلع المشاهدين على جديد الصوره لديك. اسامه
نعم عمر، صورة هنا في دائرة الساحل. هذه الدائرة هي دائرة تتبع محافظة القاهرة، وهي من دوائر المرحلة الأولى والتي كانت قد ألغيت فيها الانتخابات في المرحلة الأولى بسبب أخطاء في عملية الفرز. عيدت اليوم وسط إقبال يعني من الناخبين يعني يتراوح بين من ضعيف إلى متوسط، وهذه لجنة نسائية، لكن ربما تزايدت أعداد الناخبين في هذه الساعة، وهي الساعة الأخيرة قبل قفل أو قبل غلق باب الاقتراع. ونذكر أن الاقتراع يتم أيضا على يومين في جارة العادة، لأن هناك فرصة أخرى غدا للناخبين الإدلاء بأصواتهم. لكن عمر، هذه الدائرة التي ألغيت قد تكون مرشحة أيضا للإلغاء للمرة الثانية بعد أن تقدم مرشح حزب الإصلاح والتنمية رامي لكح، وهو يعني قيادي وفدي سابق ويتمتع بشعبية هنا في دائرة الساحل أو دائرة شبرا، بعد أن أيضا أطيح به من قائمة حزب الإصلاح والتنمية بسبب أنه مزدوج الجنسية، يحمل الجنسية الفرنسية، وهذا ما يتعارض مع شروط ترشح أعضاء مجلس الشعب. وتقدم هو باستشكال لوقف تنفيذ هذا الحكم، لكن هذا الاستشكال رغم أنه قانونا يوقف تنفيذ الحكم، يعني من وجهة نظره أنه يسمح له بدخول الانتخابات، لكن وجد أن اسمه ليس موجودا في كشوف الناخبين. ربما هذا ما جعل أنصاره يعزفون عن الوجود اليوم، وربما تعاد مرة أخرى، وربما لا تعاد، هذا سيقرره القضاء فيما بعد. نعم عمر. أسامة، هل لاحظت في هذه الدائرة التي تتسم أنها فيها يبدو أو على ما يبدو كان حتى في المرحلة الأولى شكل من أشكال الاستقطاب الديني ما بين الكتلة والحرية والعدالة والنور، هذه الأطراف الثلاثة، هل لاحظت هذا الاستقطاب الديني مرة أخرى في الساحل؟ طبعا هي دائرة سخنة جدا يا عمر، لأنها تتمتع ب يعني شعبية لكل هذه الكتل، يعني حزب الحرية والعدالة، حزب الإخوان المسلمين، يتمتع بشعبية كبيرة في أحياء مثل روض الفرج ومثل الساحل أيضا. حزب أو قائمة الكتلة المصرية، وهي قائمة تضم أحزاب ليبرالية وحزب بها يعني ينشد فيه أخباط مصر أن يكون ممثلا لهم في البرلمان، هو حزب المصريين الأحرار إلى جانب حزب الديمقراطي الاجتماعي وأيضا حزب التجمع اليساري. هذه الدائرة تتمتع بشعبية كبيرة أيضا، يعني هناك كتلة تصويتية كبيرة للأقباط إلى جانب كتلة تصويتية إسلامية في الأحياء الشعبية. أيضا يتنافس مع هذان الحزبين حزب النور، يعني حزب النور في المرحلة الثالثة يعني يتنافس على 29 مقعدا من أصل 45 مقعدا، وهذه نسبة كبيرة، بينما يتنافس أيضا حزب الحرية والعدالة على 30 مقعدا، ويعني التنافس شديد ومحموم في هذه الدائرة عمر، وربما هذا ما كان تسبب في إلغائه في الدائرة الأولى نظرا لوجود أخطاء في عملية الفرز وطعون القوائم والمرشحين الفردين، وهي تعاد ايضا على القوائم وعلى النظام الفردي، مما يوحي بانها دائره ساخنه جدا، وقد تكون مرشحه يعني ان يكون نعم الفائز نعم بينه وبين من يليه نسبه تصويتيه قليله جدا. نعم، اشكرك اسامه، شكرا جزيلا، وسوف نعاود قطعا الاتصال بك اسامه والتواصل معك لكي نقف على كل ما هو جديد في انتخابات دائره الساحل بمحافظه القاهره، شكرا جزيلا لك. اعود مره اخرى للاستاذ محمد منصور حسن القيادي بحزب الجبهه، يعني واضح ان مساله الاستقطاب الديني قد تكون لا تزال قائمه حتى اللحظه الاخيره، هل ترى في هذا خطوره على شكل البرلمان المقبل بعد ان انتهت تقريبا الانتخابات؟ لا، انا شايف ان البرلمان المقبل يعني احنا يعني تقريبا شايفين توزيع هيطلع ازاي، يعني حوالي الاخوان المسلمين الحرية والعدالة حوالي 40-45%، السلفيين من 20-25%، والباقي 30%، يمكن 15 منهم كتله، وبعدين كتله مصريه يعني، و15 اخرين. وانا مش شايف ان دي فيها مشكله خالص، ومش شايف الفزع اللي عند بعض الناس الليبراليين من الموضوع ده، لانه في النهايه حتى لو الاخوان المسلمين عندهم 40% فهم محتاجين يشتغلوا مع او يعملوا تحالف مع اخرين زي عشان نقدر ان احنا ندخل مجلس الشعب، ومجلس الشعب ده يقدر ياخد قرارات ويقدر يقدم تشريعات، والا اذا ما حصلش ان يبقى فيه اغلبيه، اذا ما تكونش اغلبيه هيبقى فيه مشكله في مجلس الشعب. وبالتالي انا بستعجب جدا من تصريحات. خليني اقول لحضرتك سؤال بس يعني عذرا، ليه لازم يكون في اغلبيه إذا كان النظام في مصر ليس نظاما برلمانيا، بمعنى أن البرلمان والأغلبية لن تشكل حكومة مثلا؟ ما هو في النهاية حتى الآن يعني. مظبوط، بس في النهاية في تشريعات، في تشريعات كتير جدا في مصر لازم إن هي تقصد كتلة تصويتية داخل البرلمان. بالظبط، نعم، زي كتلة تصويتية داخل البرلمان، لأن في النهاردة هيبقى في تشريعات كتير جدا المفروض إن هي تصدر من مجلس الشعب بالأغلبية، ومثلا وكمان لجنة تأسيسية للدستور مجلس الشعب هو اللي يختارها، فمحتاجين إن يحصل
تحالفات داخل مجلس الشعب. جاي. وانا بستغرب جدا من ان انا بسمع بعض السياسيين الليبراليين او من الاحزاب الليبراليه النهارده مثلا في الصحف يقول لك لا احنا ما نتحالفش مع اخواننا المسلمين. طب وده مش مصلحه البلد، لانه كده معناه ان مجلس الشعب هيكون غير قادر على ان هو ياخد قرارات وان هو يصدر تشريعات. لكن الطبيعي ان احنا يمكن ما نتحالفش في وقت الانتخابات، يبقى في منافسه، بس اول ما المنافسه تنتهي خلاص بقى في مجلس شعب ليه تشكيل ولازم نرجع نشتغل مع بعض تاني. هل التيارات السياسيه في مصر والاحزاب تعي كيفيه العمل السياسي الديمقراطي؟ المفروض طبعا ان هم يكونوا على قدر المفترض ان هو كائن. لا اعتقد ان في منهم ناس كتير على 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 يعني على درايه بالعمل، على درايه وعلى وقد المسؤوليه. اكيد. اشكرك شكرا جزيلا السيد محمد منصور حسن القيادي بحزب الجبهه، شكرا جزيلا لحضرتك شرفتنا.